جولة جديدة في عالم الصحافة، أهلا بكم والبداية بعد الفاصل. البداية محليا من صحيفة الثورة التي عنونت اليوم: السفير صباغ: سلوك واشنطن الاهدام اوصل ملايين السوريين الى انعدام الامن والاستقرار وحول كثيرا منهم الى لاجئين ونازحين. الاحتلال الامريكي يدخل اسلحة وذخائر الى قواعده بريف الحسكة. نبقى محليا وفي تشرين نقرا لليوم: وصول الحالة الفنية لمستوى خطير دفع الى ترميمها. التكية السليمانية ستكون مقصدا ثقافيا تراثيا تاريخيا سياحيا ودينيا. الإرهاب الصحي: الأجندة العميقة لاستهداف سوريا أمريكيا. من يكفل حق الشعب السوري في الحياة عندما تتسلط عليه قوى استعمارية كالولايات المتحدة الأمريكية؟ أيضا محليا في الوطن نقرأ لليوم: واشنطن: القرار 2254 هو الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية. أمريكا تتحرك لمنع الانفتاح على دمشق ومخابراتها تجتمع بعشائر لتشكيل المجلس العسكري في الجزيرة. بايدن أعلن تقديم أسلحة نوعية إلى أوكرانيا، وخمس دول غربية تؤكد استمرار دعمها لكييف عسكريا. الكرملين: الدبابات الغربية سوف تحترق مثل سواها. مشاهدين إلى عناوين الصحف الأجنبية نقرأ بداية في واشنطن بوست: بايدن: تسليم دبابات إمبرز إلى كييف سيستغرق وقتا. نيويورك تايمز كتبت: تغير المناخ قد يفتح الباب أمام حقبة جديدة من الحروب التجارية. The Guardian البريطانية: عقوبات إيرانية على شخصيات وكيانات أوروبية وبريطانية بسبب دعم الإرهاب. لوموند الفرنسية: الذاكرة والتأشيرات على طاولة المشاورات السياسية بين الجزائر وفرنسا. وفي الرياضة نقرأ في صحيفة ماركا التي عنونت اليوم: برشلونة يرفع القيود عن مشجعي ريال سوسياد، وغريزمان يسخر من ريال مدريد بسبب تذاكر مباراة الديربي. نبقى في الرياضة، نقرأ في كوريري دو سبورت: مشاهدينا، اليوم انتر ميلان يقرر بيع سكرينيار، وميلان يجدد الثقة بمدربه رغم السقوط المذل أمام لاتسيو. ما الخطاب الذي يحتاجه السوريون الآن؟ عنوان مقال نشرته صحيفة الوطن المحلية. جاء فيه: في التعاطي مع الشأن العام ثمة اختلافات جوهرية أبرزها يقوم على اختبار أو على اختيار الأسلوب، لكن أهمها يتعلق بالهدف والغاية من رسائلنا. إذا اتفقنا أن الأغلبية العظمى من السوريين يؤمنون بأن سوريا بحاجة ماسة لاستعادة ألقها، فإن الذي يختلفون فيه هو الأسلوب في التعبير عن هذه الرغبة الوطنية. مقاربة السوريين تباينت بين قلتين وأكثرية. قلة ترى أن القضية لا علاقة بأداء الحكومات خلال سنوات الحرب، وأن المسألة هي فساد، سوء إدارة، تخبط، عدم القدرة على معالجة الملفات الصعبة. قلة أخرى ترى أن المسألة هي فقط عقوبات اقتصادية غير مسبوقة وسرقة دول الثروات وخيرات السوريين، النفط والقمح بيد الأمريكيين وعملائهم، على حين أن الأكثرية ترى القصة كل هذا مجتمعاً. مشاهدينا، ما يحتاجه السوريون حسب صاحب المقال هو الحديث عن حلول، إطلاق مبادرات، إشاعة أجواء تساعد على الخروج من هذه الأزمات معاً أو واحدة تلو الأخرى، أو إن لم يكن للخروج منها كلياً بتخفيف آثارها وألامها على الناس. لدينا مشكلة بأن الذين يتحدثون عن مشاكل السوريين يحاولون بكثيراً من الأحيان الجنوح للتنظير، لعلها إحدى الآفات المزمنة في المجتمع السوري، حيث يكثر المناظرون ويقل الفاعلون. وفي صحافة العدو أفادت صحيفة دعوت أحرنوت الصهيونية بأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل صواريخ قديمة لتسليمها إلى أوكرانيا. ذكرت الصحيفة الصهيونية أن الطلب الأمريكي هو محاولة جديدة من إدارة بايدن لإقناع الحكومة الإسرائيلية بنقل أي مساعدات عسكرية دفاعية إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى توتر العلاقات الإسرائيلية الروسية.
وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان طريقة بسيطة لتعويض المخاطر الصحية للجلوس الطويل في اليوم. كشف أطباء أن المشي الخفيف لمدة 5 دقائق كل نصف ساعة هي الاستراتيجية الوحيدة التي قد تخفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير مقارنة بجلوس طوال اليوم، بالإضافة إلى الفوائد الصحية الجسدية. هناك أيضا فوائد للصحة العقلية بفضل فترات المشي كل 5 دقائق، حيث تقلل من الشعور بالتعب، تضعك في حالة مزاجية أفضل، تساعدك على الشعور بمزيد من النشاط. توصي الإرشادات من خلال الدراسة بضرورة أن يجلس البالغون أقل ويتحركون أكثر. تترك عريسها في حفل زفاف بعد فشله في عد النقود، عنوان خبرنا في الصفحة الأخيرة الذي جاء فيه ألغت عروس هندية زفافها وتركت الحفل بعد أن فشل العريس في عد بعض الأوراق النقدية من فئة 10 روبيات هندية. وقع الحادث بعد أن أبلغ الكاهن المسؤول عن المراسم أسرة الفتاة بسلوك العريس الغريبة. قررت الأسرة وضع العريس تحت الاختبار، سلموه 30 روبية على هيئة أوراق نقدية من فئة 10 روبيات، طلبوا منه حسابها لكنه لم يتمكن من إنجاز هذه المهمة البسيطة، ليتم إلغاء حفل الزفاف بعد خروج العروس البالغة من العمر 21 عاما من الحفل. في غضون ذلك أكدت عائلة العروس أنهم لم